ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة نقرأ أدعية اسمها أدعية القرب لتسهيل الأمور. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، آمين يا رب العالمين.